السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدموا حلقة ديال مشروع ديال الأرانب، مشروع مربح جدا إن شاء الله، هو في حقيقة مشروع للفقراء. كيفاش غادي نتحدثوا عليه؟ الحقيقة تربية الأرانب أحسن مشروع ممكن أن يقوم به كل مبتدئ أو كل شخص يريد أن يحسن من الدخل دياله. إذن مشروع الأرانب هو أولا ما كيحتاج لمساحة، يعني مساحة كبيرة، يعني ممكن أننا نربيو الأرانب ديالنا فوق السطح أو حتى في وسط البيت لماذا إذا أمكن. والمساحة اللي يمكن أن يبدأ بها كل مربي هي بسيطة، ممكن أنه يبدأ في جوج متر كاري راه كافية باش يبدأ مشروع الأرانب ديالو. أما بالنسبة لرأس المال فهو بسيط، نتحدث على رأس المال، هو في حقيقة بسيط وفي المتاح، فيمكن البدء بأرنبتين، لماذا أرنبتين، جوج ديال الأرانب وذكر صافي، وممكن أننا نبدأ. ومن الأحسن أننا نربي الفصيلة الرومية وليس البلدية، لأن الرومية سريعة النمو، الرومية كتكبر دغيا. هذا الشيء بالنسبة للأرانب اللي غادي نبداو بهم. أما بالنسبة للعلف، يعني بالنسبة للعلف يمكن في البداية، يعني الناس اللي ما عندهمش، كاين اللي الناس فقراء ما عندهمش باش يشريو، انه يشريو واحد خمسه ديال السيكاليم ولا يشريو السيكاليم بالكيلو سمو يديروا، ممكن انهم يعوضوا العلف بالخبز الجاف. منين غادي يجيبوا الخبز الجاف؟ الخبز الجاف كيشيط علينا، ممكن اننا نحتفظوا بدك المرصويات اللي كيشيطوا لنا من الاكل ديالنا، كيكرموا وما كنقدرش ناكلوهم، ممكن اننا بدلا ان نرميوهم ممكن نجفوهم في اشعه الشمس، منين نجفوهم في اشعه الشمس ممكن اننا نقدموهم الارانب ديالنا على شكل قطع صغيره. ويمكن ايضا الاستعانه، الى ما كانش كافيكم هذاك الخبز، ممكن الاستعانه بالجيران، اذا كانت عندكم شي علاقه طيبه بالجيران ممكن انكم يخلي لكم حتى هما هذوك المرصويات ديال الخبز اللي كيشيطوا عليهم. اذا هذا الشيء بالنسبه للعلف. اما عن عناء ديال التنظيف، فكاينه واحد الفكره هي سهله للغايه، وهي التربيه في الاقفاص بحال الشكل اللي راه داير انايا. يعني هذه الطريقه كتحيد عليكم العناء ديال التشطاب وديال التنظيف. اذا هذه الفكره سهله كما قلنا، هي التربيه في الاقفاص بدل التربيه في الارض. اما الاقفاص فيمكن بناؤها شخصيا، ممكن انكم تبنيوها نتوما، فيمكن شراء دوك الكرياجات ديال الثلاجات من لافيراي، وممكن انكم تربطوا بيناتهم. هانتوما راني داير واحد القفص، ها هو هانتوما كما كتشوفوا هذوك، راه هذوك ديال الثلاج، يعني غير كتشدهم كتربط بيناتهم بالاسلاك، وكتكون منهم حجر للارانب بحال البيوت، كتكون البيوت للارانب. هانتوما كما كتشوفوا هادو راهم، هانتوما كما كتشوفوا راهم حجر هادو ديال كرياجات ديال الثلاج. وكذلك ممكن انكم تكونوا منهم اماكن ديال الولاده بحال داك الشكل اللي راني داير له. انتم هذوك اماكن ديال الولاده، يعني انتم غادي تختاروا التصميم اللي بغيتوا، يعني انتم غادي تقسموا هذاك الكاج ديالكم على التصميم اللي بغيتوا. اما الثمن ديال هاد الكرياجات فهادو واخا يكونوا غاليين راهم كيديروا 4 دراهم للكرياج الواحد، هو تقريبا كتكون فيه واحد 25 سنتيم على 40 سنتيم، يعني وهاد هاد هاد
الحجم هذا ممكن انكم تبداو تشكلوا به واحد القفص. هادشي الناس اللي عاد بادين يعني قفص ممكن يطيح لكم بواحد الثمن رخيص رخيص للغايه. اذا هاد القفص ممكن انه يطيح لكم تقريبا ب 50 درهم. 50 درهم ماشي بزاف يعني تشري واحد الارانب بواحد الثمن هما هذاك هو راس المال. ولكن بالنسبه للاقفاص ماشي مشكل الا كان طاح القفص كامل ب 50 درهم. والقضيه ديال العناء ديال 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 الريحه ديال العناء ديال التنظيف والريحه ديال هاد الفضلات ديالهم والماء ديالهم عزكم الله. كاين واحد الطريقه وهي دير واحد النوع البلاستيك كما راني داير انايا وكيتحط هما كما كتشوفوا راني داير واحد البلاستيك ميكا حنا كما كنقولوا ميكا وكتبرونشيوها من التحت يعني كتربطوها من التحت بواحد الشكل مائل باش هذيك العمليه ديال التشطيب وديال ديال العناء ديال العمليه ديال التشطيب ما غاديش تبقى غادي غادي غادي, غادي تسهل عليكم عناء ديال التشطيب. كاع الفضلات والمياه ديال الارانب كتجمع في اناء واحد ويمكن التخلص منها بشكل بسيط. هادشي بالنسبه يعني العناء ديال التشطيب وديال ديال التنظيف على الارانب. اما الادويه كاين اللي بزاف ديال الناس كيسحبوا بلي الادويه راها غاليه ديال الارانب. الادويه كلها راه يعني كتلخص في دواء واحد وهو المهم في تربيه الارانب وهو حقنه التسمم الدموي. صافي حقنه واحده ما تخلعكمش حقنه واحده الثمن ديالها 9 دراهم. 9 دراهم راه كديروها من العام للعام يعني من سنه للسنه يعني كتقيدوا لاضات ديال السنه اللي درتو فيها مثلا هذا العام وكتسنوا حتى العام الجاي عاد عاوتاني تعاودوها. هذه الحقنه سميتها كوني برافاك. الى بغيتو تدونوا انا نعاود لكم السميه ديالها سميتها كوني برافاك. كوني برافاك وهي كتضرب من العام للعام 9 دراهم في الحق راه رخيصه. اذا انا كنصح الشباب باش يديروا بحال هاد المشاريع لان تربيه الارانب مزدهره هي في الحق راه مزدهره في الوطن العربي ولكن في المغرب بقى شويه مهمشه لان الناس ما عندهمش ديك هي في الحق بدات كتنتشر ولكن من قبل راه كانت مهمشه وما كانتش الناس كيتعطاو لها بزاف. اما حاليا راه ولات يعني مزدهره في بعض البلدان ولما لا ممكن انكم يكون عندكم غير اكتفاء ذاتي في اللحم نظرا للغلاء المهوي اللي ديال اللحم ديال المواشي ممكن انكم تستعنوا باللحم ما تبقاوش بعدا تشريو نتوما اللحم ها نتوما ارتحيتوا من 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 اللحم. اما كاينين في الحقيقه كاين بعض البلدان اللي صعيب عليهم يربيوا الارانب نظرا لدرجه الحراره بزاف ممكن انكم تستعنوا ببعض الفيديوهات ديالي باش تحطوا واحد النظام يعني خصكم في الحقيقه تضلوا عليهم لانهم في الصيف كيتغلبوا نظرا لاشعه الشمس الحاره. اما بالنسبه للمشترك والجو البارد راه كتكون القضيه مزدهره وكتكون يعني الانتاج كيكون بزاف والحمد لله كتكون القضيه مزدهره. اذا هاد الارانب ممكن انكم يكون تحصلوا على هو اول مشروع ما كيحتاجش راس المال كبير وممكن انكم يولي عندكم دخل قار من هاد الارانب لمالا خصوصا ان الارانب كتولد كل شهر يعني مسكينه ملي كتولد كتعاود تحمل عاوتاني يعني راه الا كان عندكم واحد جنتوات واحتفظتوا بواحد واحد الخلفات يعني بعثوا منهم واحتفظتوا بخلفات اخرين كونوا متاكدين ان يعني هذاك المجهود ديالكم راه ما كيضيعش وكتزيدوا تطوروا في المشروع. اذا النصيحه اللي نعطيها للشباب كل الشباب وهي ان ليس المشكل انك تكون فقير انما المشكل ان لا تحاول انك تكون غني. ديروا بالكم بزاف هذه الفكره هذه يعني خاص البنادم يحاولوا والمشكل انكم غير تبداو غير لمشيتو تبديتو
كونوا متاكدين انكم ما غيبقاش عندكم الوقت، غادي توليو غادي يولي عندكم الوقت عامر باش تراقبوا هاد الارانب هادو، لان كل شهر عندكم واحد تحركات جديده. ومن بعد غادي تلاحظوا ان هاد التربيه ديال الارانب راها سهله للغايه، ويمكن تطوير المشروع، ممكن انكم تطوروه لمستقبل افضل ان شاء الله. اذا الحلقه ديالنا راها سالات، في الحلقه هذا راه فيديو تحفيزي 100%، وهذا الشيء راه الناس كاع اللي داروه راهم عارفين القيمه ديال سمو هي ديال تربيه الارانب. تحركوا يا شباب وديروا مثل هذه المشاريع، راها اسرار كتكون عند الشركات الكبرى. علاش حنايا ما نديروش بحال الشركات الكبرى ونحسنوا الدخل ديالنا ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، الحلقه ديالنا راه سالات. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.